اقترب حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي من معادلة الرقم التاريخي للبرتغالي مانويل جوزي المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر فيما يتعلق بعدد الانتصارات المتتالية بالدوري الممتاز في موسم واحد. ويعد جوزي أكثر مدرب حقق انتصارات متتالية بالدوري في موسم واحد عبر التاريخ، وكان ذلك موسم 2004 و2005 حيث حصد 17 فوزا متتاليا، ووصل البدري إلى 15 فوزا متتاليا بالبطولة خلال هذا الموسم بعد الفوز على ام بي امس، ويحتاج لمواصلة الفوز خلال المباراتين المقبلتين أمام طنطا وسموحة ليعادل رقم البرتغالي.